تقدم المقاومة اليمنية المشتركة لاستعادة الحديدة يعبد طريق النصر بخطى ثابتة، خصوصا مع الهزائم الكبيرة التي يتكبدها مسلحو ميليشيات الحوثي الموالية لإيران. الهزائم الحوثية تتمثل أيضا بقتل قادة الصف الأول في الجبهات، وقد قتل عدد من قادتهم في مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة وغارات للتحالف العربي في محافظة الحديدة. في الأثناء قطع الجيش الوطني اليمني خط تعزيزات الحوثيين الرابط بين تعز والحديدة. تبدو تحركات قوات المقاومة اليمنية المشتركة على طول الخط الساحلي من الخوخة إلى مديرية الدرهمي في أمان، إذ تقوم المقاومة بعمليات تمشيط في المنطقة بعد أن نجحت في وقت سابق من بسط السيطرة عليها. فرار جماعي للانقلابيين من الجبهة التي شهدت المعارك الأعنف حتى الآن، وتقوم المقاومة بتطهير المنطقة من الألغام التي زرعها الحوثيون، ليتلخص المشهد حاليا في مواجهات متقطعة ضد ميليشيات الحوثي في بعض جبهات الساحل الغربي. تشير التقارير إلى وصول المقاومة مدعومة بالقوات الإماراتية إلى مشارف مدينة الحديدة، تطور دفع ميليشيات الحوثي إلى شن حملة اعتقالات في مناطق المدينة الخاضعة لسيطرتهم. الاعتقالات طالت عشرات القيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك في محاولة من المتمردين لإحباط تقدم المقاومة، لكن تفشل كل محاولات الميليشيات لاستعادة توازنهم العسكري، حيث تمكنت المقاومة اليمنية من التصدي لمحاولات تسلل للمتمردين نحو منطقة الجاح. خسائر المتمردين تتضاعف مع مقتل العديد من قياداتهم في المواجهات مع قوات المقاومة المشتركة وغارات لمقاتلات التحالف العربي. وفي مديريتي الدرهم وبيت الفقيه جاءت الخسائر الأكبر للميليشيات، حيث قتل قادة أمنيون. تزداد خسائر الحوثيين في جبهات الساحل الغربي، لتقرب كل خسارة للمتمردين قوات المقاومة المشتركة مدعومة بالتحالف العربي من هدفهم الأبرز حاليا، وهو تحرير الحديدة. وينضم إلينا من عدن الخبير العسكري والاستراتيجي علي ناجي عبيد. أهلا بك أستاذ علي عبر سكاي نيوز عربية. يعني هي فعلا انتصارات كاسحة، ولكن ماذا يعني أن يقطع الجيش اليمني خط الإمداد لميليشيات الحوثي التابعة لإيران عبر تعز؟ منطقة الحديدة أو محافظة الحديدة تحددها محافظة تعز ثم إب وريمة وذمار وصنعاء، هذه المحافظات التي تسيطر عليها بشكل كامل ما عدا تعز الميليشيات الحوثية. تعز المناطق التي تسيطر عليها من تعز هي منفذ رئيسي باتجاه الحديدة، هذه المحافظات كلها تعتبر المخزن البشري الرئيسي، يرغم الذي استطاع أن يرغم ترغم ميليشيات الحوثية كثير من أبناء هذه المحافظات لدعم الجبهات بشكل عام، وبشكل رئيسي جبهة الحديدة لما لها من أهمية ولاقتراب تحريرها. الاختراق الكبير الذي أدى إلى فصل الجبهة باتجاه 4 مديريات إلى الدرهمي، وفصل الجبهة إلى قسمين، قسم ساحلي تم تطهيره تماما باتجاه الساحل، وبقت هناك جيوب باتجاه السهل من الخط وباتجاه المناطق السهلية الجبلية باتجاه الجبل باتجاه المحافظة. طيب أهمية تطهير هذه المنطقة الساحلية، القرعة التاريخية في الدرهمي أستاذ علي، بأن تصبح منطقة محررة، أهمية يعني أن يشمل هذا التحرير كل هذه المناطق الساحلية وتحديدا القلعة التاريخية في الدرهمي من أجل ربما القضاء على كل جيوب الميليشيات الحوثية؟ نعم، هذا الطريق، هذا سؤال وتعليق بنفس الوقت في محله، يعني هو جزء من التهيئة. كلما تم الاستهداف لمنطقة هامة أو تحريرها أدت أو شكلت نقطة انطلاق للمقاومة المشتركة الجنوبية وحراس الجمهورية والمقاومة التهامية باتجاه تحرير بقية المناطق، وبتركيز تصفية الجيوب باتجاه الغرب الشرقي.
بالخط باتجاه السهل الذي يحادد تلك المحافظات ومنها تعز، التي تم اليوم قطع طريق الإمداد من تعز، وهذا أحد الطرق الرئيسية لإمداد القوات. إذن أن يأتي بنفس الوقت تحرير مناطق هامة باتجاه الساحل وإغلاق منافذ الوصول لتعزيز هذه القوات من اتجاه المناطق الجبلية شرق الشرقية من هذه المحافظة، إذن سيتوالى معها إغلاق بقية الطرق والمنافذ التي تستلم وتعتمد عليها الميليشيات الحوثية في البقاء في هذه المناطق اللي كانت جيوب صغيرة. تم إلى حد ما استيعاب الصدمة، سمعنا عبد الملك الحوثي عندما أعلن بأن القوات المقاومة المشتركة وصلت إلى مشارف الحديدة يشبه ذلك بما حصل في المحافظة الجنوبية، بمعنى آخر كانوا مستعدين فعلا، كانوا منهارين ولم يكن تأكيدا على هذا الانهيار. ما حصل في الجاح السفلى والجاح الأعلى أيضا باتجاه منطقة الطائف الساحلية، هذه الخسائر الجسيمة في كل يوم نسمع أن يعني أبرز القيادات يتم القضاء عليها عند هذه الجيوب، والأعداد الكبيرة للقتلى اليوم ما يزيد أيضا عن 100 مسلح حوثي من بينهم القيادي البارز سلطان عبد الدين الغولي ونجله، تم ربما القضاء عليهم في هذه المناطق الاستراتيجية، ما يعني سرعة في التقدم أيضا. نعم، سرعة في التقدم وارتباك لدى الطرف الآخر يرمي بأبناء الشعب اليمني إلى المحرقة بشكل أعمى دون أي حساب لأي خسائر. المهم أن تطول المعركة قدر ما يمكن ليحقق الآن، يسعى باتجاه تحقيق مكاسب سياسية. تقريبا بدأ فقدان الأمل باتجاه الصمود العسكري وتحقيق مكاسب على الأرض، وهنا هذه الخسائر التي أنزلت بالميليشيات هي هنا الآن تحولت الحرب من قتل فقط إلى أيضا قتل وتحقيق تحقيق انتصارات على الأرض بتعاون وثيق بين الدول التحالف العربي وبالتحديد هنا على الميدان في هذه القوات الإمارات العربية المتحدة ودعم من بحري. تطوير المعركة يبدو أن هناك في استعدادات في قوات جديدة نزلت إلى الميدان مدربة، وربما ليس فقط من البر من اتجاهات السهلي والساحلي، ولكن ربما يأتي من البحر بإنزالات تفاجئ الميليشيات الحوثية. والأهم هنا من تطورات في المعركة هذه أنه التعاون وثيق مع المواطنين. أبناء تهامة وهنا في الجنوب كانوا يصيحون بأنهم مظلومين من النظام السابق، فيقولون أهو في الحديدة وتهامة بشكل عام هي مظلومة أكثر منكم. إذن على أبناء الحديدة الآن أتى الوقت للتخلص من الظلم، من ظلم تنفذ السلطات في صنعاء سابقا وحاليا، وبالذات الآن الظلم موجه لكل أبناء الشعب اليمني جنوبا وشمالا وفي كل مناطق ومحافظات. ومن يؤكد ذلك يعني في مقابل ما يحصل عند الساحل الغربي، هذه المعارك الشرسة التي تحصل أيضا في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء، وأيضا الخسائر الجسيمة إضافة إلى يعني قطع خط الإمداد ما بين الداخل ومنطقة الساحل الغربي. نعم، هنا المعركة خسرت شيء، أو الحرب بشكل عام هو التعاون الوثيق بين بقية الجبهات بحيث تشتعل بقية الجبهات في كل مكان، لكن أو أمس واليوم باتجاه الرماد أو منطقة الرماد من مفرق البرح ومديرة مقبنة، عمل الجيش الوطني والمقاومة في تعز بتلاحم وثيق لإغلاق الطريق أو على الأقل السيطرة النارية. إذن هنا يبدو تعاون وثيق بين الجبهتين، بين جبهة تعز وجبهة الساحل الغربي بمحاورها المختلفة. أن تشتعل أيضا المعركة في نهم أو في البيضاء والجو، هذا المشهد ينسحب أيضا على غرب مأرب وشدة. هنا شرق البلاد أيضا ما حصل في مديرية صرواح. نعم، وفي صرواح هنا معنى آخر أنه في عودة لاستثمار مسألة هامة في الحرب
وفي قياده المعركه في كل في على على كل مسرح العمليات لتنظيم التعاون وثيق بين الجبهات وبين القوى الجويه باستغلال نتائج الضربات. وبالتالي كل جبهه بنجاحاتها باشعال المعركه فقط هي تخدم الاتجاه الرئيسي، والان اصبح الاتجاه الرئيسي باتجاه الحديده. اذا كل المكاسب التي تتحقق هنا او هناك هي تخدم المعركه بشكل عام وتخدم التقدم في الحديده، وهذا ما يتطلب تعزيزه في كل الجبهات. الخبير العسكري والاستراتيجي علي ناجي عبيد، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك.